تزامنا مع ليالي رمضان المباركة، تقرر عرض العمل المسرحي الجديد محمد نبي الرحمة والسلام، والذي يتناول سيرة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. كاميرا عربون انتقلت لمكان العرض واتكلمت مع أبطاله، ومن بينهم الفنانة فردوس عبد الحميد اللي كشفت أسباب غيابها عن دراما رمضان، وكمان علقت على ملايين النجم محمد رمضان اللي انتشرت مؤخرا عبر مواقع السوشيال ميديا. البيت الفني للمسرح بدأ عروض شهر رمضان لهذا العام، ومن أبرز العروض لهذه السنة العرض المسرحي الديني محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يعرض خصيصا بمناسبة الشهر الكريم على مسرح البالون بالعجوزة. كان العرب قبل الإسلام يعبدون الأصنام التي يصنعونها بأنفسهم. محمد صلى الله عليه وسلم من بطولة فردوس عبد الحميد، عاصم نجاتي، كمال عطية، ومن تأليف جمال ياقوت وإخراج سامح بسيوني. وسمعت خديجة أن محمدا رفض أن يقسم باللات والعزة. التقينا بالفنانة فردوس عبد الحميد وأسرة مسرحية محمد نبي الرحمة والسلام في لقاء خاص وحصري عن أدوارهم. قال محمد في قوة وعزم: يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله ما تركته. الحقيقة أنا بقدم شخصية الراوي، والعمل ده مهم لأنه مهم في الظروف اللي احنا بنمر بيها، اللي هي يعني لازم نبين يعني من خلال أحداث رسالة بتاعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين جاء عشان هو دين رحمة ودين سماحة، مش دين قتل وإرهاب. فهو جاي في وقته، يعني عمل أعتقد إن هو عمل كويس هيعجب الناس. طبعا أنا مبسوطة جدا لأي فنان قادر على إنه يعني يتبرع، سواء لاعب كورة أو ممثل أو غيره، لأن ده بيدل على انتمائه وعلى انه هو بيعمل الواجب اللي عليه تجاه مجتمعه، فدي حاجه جميله جدا. هل غياب فردوس عبد الحميد في رمضان 2017 كان من اختيارها؟ والله ما اعرفش. يعني هو انا طبعا لما بيجي لي دور بيعجبني وبقتنع بيه بعمله، ما فيش خلاص، يعني مش انا المسؤوله على اني ابقى مش موجوده. يعني بقول للشعب المصري والشعب العربي كله، كل سنة وانت بألف خير وطيب، والسنة الجاية تبقى في أمان وسلام واستقرار، وكل البلاد العربية اللي هي بتعاني دلوقتي مشاكل إن شاء الله المشاكل دي تنتهي، ومصر هتفضل دايما هي الأم الكبيرة اللي بترعى أبنائها. وكل سنة وانتوا بألف خير. بقدم شخصية أبو الحكم بن هشام من أطلق عليه المسلمون أبو جهل، هي أحد الشخصيات من الكفار، من كفار قريش. ولكن ابن أخيك قد عاب دينه. أنا بعمل أبو سفيان، كبير قريش اللي كان يعني من أشد الأعداء للرسول عليه الصلاة والسلام، وبعدين بيبدأ يحاربه وبيحاربه كتير جدا. خير الأنام كثيرة الأسنان.